سي باب السلطانه وي سي هذا المشوار خلاص هذه باب النعورة باب النعوره كان انفص مع 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 راه كتصلح دابا مغشيه بالبلاستيك كتدخل من هنا وكتخرج في الكارتي اللورانيه كان بحال هذيك كيدخل وكيخرج هذا الباب ولكن دابا مشدود مشدود وي هذا نيت السلطانه شفت لك شحال هذه يعني هذا المشوار كان هكا كان واحد المره ضرب واحد الزلزال وماريبول هاد الخواص الفوقانيه كاملين عاد وكان الحسن ثاني كسا امر باش يتعاود يترمم باش رمو محيدو له هنا كان مش هذيك كيطلعوا دوك الناس صحاب النفار كان كيوقفوا فيها تشرا راجل بحال هكا اللي كيضربوا بها داكور 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 هاد الشجره مشات وهاد كلشي هو هذا دخل ديال بدنا كيبان داكشي يا سلام عليك كي كان شحال هذيك هادي تاريخيات هذا وسط القصر الملكي من الداخل هذا القصر ديال الحسن الثاني اللي هو السادس الجديد هو هذا كيبان داك الاطلال اللي قلتي لي عليها هي البرارج وي انا نعاود نخليك لهم هذا القصر الملكي من الداخل داكور هذه تاهي يا 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 الجزائر قال لك الزليج ديالهم اي يا يا لوكس غير ما قريبه هاد البيبان مصغبين داك الدمشقي الدمشقي كيتصغر هنا في المكناس داك الحديد اللي كيتسخن وكيضرب بالنحاس بالنقره كيعمروه دوك الحفيرات كيعمروه بالنقره هاد النقره كيجيو من افينيو من فرنسا فرنسا اهلا صافر لسالي بشي بخير هاني وي سير هذا الداخل الداخل اللوخو كلهم يعني متحف انا ما نخبيش عليك تيضرني خاطر هادشي علاش اللي ما يخرجش العام هاد الناس يديروا بحال الصوره ديال فرساي بحال داكشي ويدخل الناس ويدخل من الدوله خلصوا دخل الملاير وهادو هما هادو هما سي نوتري ستوار هذا دابا هذا هو التاريخ ديالنا فيه الفن فيه الخشب الزلي يعني كامل كامل زيرو فوت اللي قلت لك باقا نديك على عن قرب باقا الفخر ما كبير هادشي فين يبان القصر الحمراء هذا الباب القديم شكيكا ديال السلطان شوف القصر ديال مولاي اسماعيل كي كيبان شحال هادي هذوك الاطلال نعم صورة من جهة الجولف دابا هادي تلقاها يلاه ظهر الصوار ها فاش كانوا كيرمموا داك الصومعة العمياء اللي كان على الطريق انا لا كترمم هذا الميت هو ها الباب اللي قلت لك ديال اللي قلت لك غنرمموا تقاد هذا هو الباب الرئيسي ديال القصر الملكي هذا مش من جهة هذا سارك 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 وي 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 حيت دابا كبير شي ربع ترميم شي ولا ولا غزال شو هنا غير قصر الملكي كبير دي ايريان هاي شي قديم ها الجولف الملكي ملي كان فيه الشجر والساريج ما كيبانش لا هاد البلاصه هاد الجولف كان سميتو جنان البحراويه وقال قال دابا تيقولو جنان البحراويه حيت كان كلو جنانات حيت الحسن الثاني كان بدو بالجولف حيد الشجر كامل وردو جولف البنايه اللي وريتك ديال البالي وصل الجول فهاد هاد الشيء خصو يتساغل حق خص الناس شوف التاريخ كي داير شوف شوف كيطيح كيطيح ماشي كيطيح دابا سدين عليه تما ونخليهم نقولوا هما كاع نقولوا بداو شي ترميمات ولا هادشي علاش اللي ما تسالش من الخزينه ديال الدوله شوف حنا صوروا فيه في السياحه بزاف بزاف راه شادي نقول لك انا راه هادشي راه كيضرني في خاطر عام والله شوف القصر الملكي ايام زمان هذا برج المال اللي كنا دزنا واحد المره انا وياك له باش طلعنا له الدراجات قلت عليه برج منو كان حدا القصر باش طلعنا له الدراجات حدا سيريك وهبطنا في ديك الكارتي اييه اييه وهذا القصر الملكي شوف كي كان شحال هذيك كان كله مخرب شوف شوف هذا كله سيريك هذا سيد عمر هذا سيد عمر عارفين كنا طلعنا انا عقلتي لهنا وهبطنا كاين على رجلينا وي هذاك الباب فاش تغمر شو كيولا تبارك الله بركة محمد هذيك ياك لا هذيك لا هذه اللي الفوق حالها لا زعما كتجي بحالها شوف الخم تبارك الله خم بيض
هذا كان تيتسمى قصر القرنة، كان فوسط فوسط الغرف الملكي، هذا راه مصور من جهة الدار هو اللي كنت وريت قبيلة ملاك، كان تيتسمى قصر القرنة، هذا كانت قرنة بشحال هذه في ملي اسماعيل ماشي هذا فين؟ في هذيك الطولة ملي تبرك ملي ساريك معالم تاريخية يا باب قديم ما اللي قلتي لي عليه انت اييه من الجهة ديال الساريجة تاريخ 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 من الفوق شوف كيف كتبات هادي اللي هادي كتبات من الفوق داك الشيء سيميتري هاديك الجهة الأخرى اللي قلت لك جهة الغرف الملكي البناية الكبيرة أيه. شوف كيف كتبات من هنا من الفوق شوف تبارك الله القبات وداك الشيء فخامة فخامة ما كاينش هادي البلاصة اللي قلتي لي بجهة الساريج هذا واحد المنتزه صيفي ديال مولاي اسماعيل كاين في جنب بن حليمه جنان للاسف ما سدينو حتى واحد ما كيقدر يدخل ليه باقي هاد البنايه باقا لدابا هذا سار السواني هذا سار السواني اللي كانوا كيديروا له المعرض الدولي الفلاح اللي كان الكوميساريه الصالون فوق ماشي دابا عند الميل لا الميليتير جاو الفوق لا قبل من الميليتير فين كان الكوبينغ اوف اسمعها داكور داكور دائما كاين شي عسه تما هذه التصويره قديمه ديال قصر الملك شوف هذه البنايه دابا راه كلها رابت هذه اللي قلتي لي عليها اللي كتطلع على سير السواني ها هي هذه شوف كي كانت هنايا ايوا التصويره تلقى عندها واحد 60 عام شوف كي كانت شوف هادشي كله من عند مولاي اسماعيل القصر الملكي الجديد هو هذا من عند مولاي اسماعيل واللور ديالو هنا كاين الغولف من هذا النهار البارتي الغولف وهذا الجامع ديال السيد عمر الازهر وهذا الدور ديال السيد عمر ديال الدور الجداد ديال السيد عمر تبع عمرات عمرات هذا التحفه اللي ما كاينش الناس ما عارفينها